مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المتجددة دائما بشوق لحضراتكم في كل مكان. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من الحياة. عودناكم في كل حلقة من حلقات من الحياة أن نفتح ملفا من أهم ملفات الاجتماعية التي تشغل قطاع عريض من مشاهدينا الكرام. الحقيقة أنه في لقاءات كثيرة مضت في برنامج من الحياة كنا نناقش أن وسائل الإعلام بمختلف فروعها تصدر للناس وتصدر للشباب على وجه التحديد نماذج وقدوات لا ينبغي على الإطلاق أن يصدر أمثالهم على الساحة الإعلامية كقدوة لشبابنا. وشفنا أن كتير من أولادنا النهاردة أصبح عندهم نموذج القدوة نفسه بقى مهزوز، ونموذج القدوة نفسه بقى مختلف تماما عن نموذج القدوة اللي احنا تربينا عليه في صغرنا. يعني الواحد زمان كنت له مين قدوتك؟ يقول لك والله مثلا المعلم فلان الفلاني، مدرس أثر في حياته في حقبة ما من سنين عمره. واحد تاني يقول لك الشيخ فلان الفلاني، واحد تاني يقول لك أنا عايز أطلع زي الأستاذ الدكتور البروفيسور فلان الفلاني، وهكذا. كنا بنسمع ده دايما. النهارده كتير من شبابنا تسأله يا حبيبي عايز تطلع إيه لما تكبر؟ يقول لك عايز أطلع يوتيوبر. طب ليه يا حبيبي عايز تطلع يوتيوبر؟ يعني إيه يوتيوبر أساسا؟ يعني في كتير من الآباء والأمهات هو يوتيوبر ده اللي هو إيه دي؟ شغلة جديدة؟ مهنة وظيفة زي ضابط ومهندس ودكتور ومستشار ومدرس؟ ايه الوضع؟ فيفاجأ ان كثير من ابنائنا النهاردة مش عايز يكمل تعليمه اساسا. يقول لك اكمل تعليمي ليه؟ ما انا ممكن النهاردة اعمل فيديوهات هابطة، فيديوهات تافهة الى ابعد حد ممكن تتخيلوه، والفيديوهات دي ساحصد من جرائها على الشهرة والفلوس في وقت واحد. بينما واحد لما يطلع النهاردة خريج بكالوريوس تربية ولا ليسانس اداب ولا اي كلية من الكليات، مع كامل احترامي لكل المنتسبين الى تلك الكليات وتلك الجامعات، يقول لك هطلع ايه في الاخر؟ يا ما استضفنا في حلقات من الحياة شباب حاصلين على الدكتوراه وعلى الماجستير بيشتغل سواء توك توك. يعني أنا شخصيا استضفت من الحياة واحد حاصل على دكتوراه من كلية الأداب بيشتغل سواء نقل عام، مع كامل احترامي أيضا لجميع السائقين. واحد تاني كان معاه دكتوراه استضفته في برنامج من الحياة كان بيشتغل عامل في محل ألبان. كتير من حملة الماجستير بيشتغلوا سواقين تكاتك. فلما كتير من شبابنا النهاردة يجد كثير من هؤلاء الشباب الذين كافحوا والذين ثابروا وجاهدوا في المنظومة التعليمية ووصلوا إلى أعلى الشهادات الأكاديمية وبيشتغل شغلانة مش مناسبة لوضعه لدراسته، يقول لك يا عم علي أنا أخدها من قصرها، أنا أعمل أشتغل يوتيوبر وأعمل فيديوهات وأجيب فلوس، وكل ما زود معيار التفاهة في الفيديوهات بتاعتي كل ما سأحصل على مزيد من الشهرة ومزيد من المال. الحقيقة ده كان عتبنا على وسائل الإعلام، لكن النهاردة لما نلاقي أن تصدير النماذج والقدوات اللي بيحصل من بعض المناهج الموجودة في وزارة التربية والتعليم تصدر للطلاب نماذج وقدوات من الممثلين والممثلات أيضا، مع كامل احترامي لكل من يذكر اسمه في هذا اللقاء أو لأي فئة من الفئات، لكن هل إحنا في مصر عقمت نساء مصر أن تلد لنا مثلا أساتذة جامعات ومستشارين وكبار الدعاة والمشايخ وكبار المثقفين اللي من خلالهم ممكن نقدمهم كنماذج علمية في المجتمع يحتذى بيهم، عشان خاطر النهاردة يوصل بينا المرحلة إن إحنا نقدم ممثلة كنموذج وقدوة ونتكلم عنها في صفحات كتب مناهج التربية والتعليم، وأولادنا في صغرهم يدرسون مثل هذه المواد ومثل هذه القدوات؟ واحد يقول لك يا عم احنا عندنا الدكتور احمد زويل، وعندنا كتير من اساتذه الجامعات وكبار المخترعين، وعندنا كبار الاطباء اللي شكلوا علامه في الطب على مستوى العالم وليس مصر وحدها، لماذا لا تصدر هذه القدوات وتلك النماذج حتى على الاقل يا اخي نعرف اولادنا بيهم؟ كتير من اولادنا ما يعرفش حاجه عن اي حد من الاساتذه والكبار والمثقفين وكبار المشايخ والدعاء والائمه، ما يعرفش عنهم حاجه اصلا. كتير من طلابنا ما حضرش اصلا الشيخ الشعراوي الله يرحمه، ما حضرش الشيخ جاد الحق اللي هو كان شيخ الجامع الازهر، ما حضرش كتير من ائمه الدعوه في مصر سواء كان ده في الجانب الشرعي او حتى في الجوانب الحياتيه الاخرى، ما يعرفوش عنهم حاجه. طب ليس اقل من ان احنا نذكرهم في الكتب وفي المناهج التربويه بحيث ان اولادنا يدرسوا عن هؤلاء القدوات وهؤلاء النماذج الصالحه في المجتمع، وبالتالي يطلع وهو نفسه انه يكون زي فلان الفلاني. لكن لما اطلع النهارده الاقي مواقع التواصل الاجتماعي كلها خلال الساعات القليله الماضيه ما بين مؤيد وبين معارض، ايه الموضوع يا اخواننا؟ ايه اللي حصل؟ قال لك ده سيدرس في بعض كتب التربيه والتعليم نموذج وقدوه تصدر للشباب وهي الفنانه سميحه ايوب.
كتير من الناس بيقول لك طب يعني طب ايه مشكله يعني فنانه، ناس بتقول كده على مواقع التواصل الاجتماعي، وناس تقول لك يعني خلاص البلد ما عادش فيها مثقفين ولا كبار مشايخ ولا كبار ائمه ولا علماء ولا دعاه ولا اطباء عشان خاطر ندرسهم لاولادنا عشان نصدر لهم نماذج من الممثلين. البعض الاخر ايضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي قال لك يا اخوانا ده الممثلين كانوا الى وقت قريب لا تؤخذ بشهادتهم في المحاكم، الى وقت قريب كانوا بيعتبروهم مشخصاتيه، مع كامل احترامي للجميع، لكن ازاي ومن امتى بقينا نصدرهم كنماذج في المجتمع، خاصه حينما نستحضر بعض المشاهد اللي كانت ليهم في بعض الافلام وبعض المسلسلات، وهذه المشاهد تحوي على هذا وتحوي على ذاك، فبالتالي كيف سيرسخ في ذهن الطالب ان هذا الشخص نموذج يقتدى ويحتذى به. حقيقه النهارده نتناول هذا الموضوع في هذا اللقاء مع ضيوفي هذه الحلقه. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون معي ومعكم الدكتور احمد فوزي صبره استشاري الصحه النفسيه. اهلا ومرحبا بك. يا اهلا وسهلا، نورتنا وشرفتنا حبيبي. انا سعيد انت جاي بدري النهارده. الله يكرمك. الله يبارك فيك. ايضا مع الشيخ والباحث المعروف الشيخ حامد الطاهر. اهلا ومرحبا بك. اهلا بيك. سعداء بوجودك معنا. وانا كمان مبسوط ان الدكتور احمد جاي بدري. ما شاء الله اللهم بارك. ايضا في هذا اللقاء اسعد واشرف بالدكتور مجدي حمزه الخبير التربوي. اهلا ومرحبا. اهلا سعداء بوجودك. الله يخليك. ربنا يبارك فيك. دكتور احمد فوزي، يعني لو تكلمنا بدايه حول هذا اللغط المثار على الساحه الاعلاميه خلال الساعات القليله الماضيه وما يتعلق به الفنانه سميحه ايوب وتدريس حياتها او تصديرها كنموذج يقتدى ويحتدى به لطلابنا في هذه المراحل العمريه المبكره، كيف ترى من واقع تخصصك؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا بنبص على المناهج التربويه، هي مناهج تكوين النفسيه لدى الطفل في المرحله الاولى من العمر. نعم. أنا عندي الطفل بيبقى موجود في البيئة الأولى اللي هي بيئة الأسرة وما بيخرجش عن الأب والأم والتعليمات الخاصة بيهم، وبنعتبره هنا المجموعة المنغلقة، أنا ومقفول على أسرتي. مع أول مدارك الطفل ما تبدأ تنفتح في سن السبع سنوات بيبقى الطفل داخل على المدرسة، المجتمع رقم اتنين في تكوين الشخصية بعد الأسرة. طيب المدرسة هنا عبارة عن المناهج اللي أنا هدرسها بشكل طيب بحيث ان انا هكون للطفل شخصيه سويه تحدد لنا هذا النموذج في المجتمع بعد كده. تمام. طيب انا النهارده هاجي اقول استفهام صغير، ليه سميحه ايوب؟ مش من هي، من هي احنا عارفين، لكن ليه؟ ده السؤال. ليه هنا وانا بحط منهج تربوي وتعليمي انا بخاطب بالمنهج ده اكتر من جهه، انا بخاطب بمستوى التعليم المصري المستوى العالمي. طيب رقم اتنين انا بخاطب الاسره عشان هتبدا تنمي مع الطفل الشيء اللي انا عايز احطه. ايوه ليه بقى هي؟ يعني ليه بالذات هذا الشخص يوضع؟ طيب تعال نبص بسرعه كده ايه اللي هيحصل في الاتي. حضرتك قلت مقدمه ممتازه. انا عندي نفسيه الطفل النهارده لسه مش مدركه قوي، الطفل لسه بيتكون. طيب الطفل النهارده في مرحله المراهقه 10 سنوات، المنهج ده نازل لسته ابتدائي، يعني 11 سنه. طيب الطفل في المرحله دي مرحله اسمها التمرد على نموذج السلطه، دي طبيعه مرحله المراهق. انا هتمرد على الاسره فهاخد بقى حاجات تعليميه من المدرسه بتفيدني وتقلل التمرد ده شويه، الا وهي اطلع ممثل. طيب ده شيء جميل. انا مش بتكلم عن مهنه التمثيل ولا الفن خالص، لكن هتكلم على معلومات مغلوطه، اختيار غير منسق تربويا، غياب الاهداف. انا النهارده بقول انت هتضيف للاولاد معلومات عامه قد تكون مهمه بالنسبه لهم. طيب من ضمن المعلومات المكتوبه في الكتب انها خريجه معهد السينما سنه 52، ما كانش فيه معهد سينما اساسا. والمعلومات مغلوطه. طب انت حتى وانت بتقول المعلومه انا كطفل بسيط هرجع اعمل سيرش على النت في ثانيه هعرف ان المعلومات غلط. هل انا ما عنديش مراجعين في التربيه والتعليم عشان يبقى هي دي الصوره اللي بنصدرها؟ طيب رقم ثلاثه، النهارده احنا عندنا منظومه اجتماعيه فيها بعض المغالطات. ازاي؟ ان انا بلاقي ان الفنان او الممثل او لعيب الكوره هو المتصدر للاجتماعيات الاعلى، هو الفئه الاولى في المجتمع، بينما بلاقي ان العلماء والدكاتره والمهندسين وكذا هي المجموعه السفلى. فبالتالي هحب انا اكون ايه؟ اكيد هكون رقم واحد. صحيح. عايز اكون غني. فاحنا وصل للمرحله كمان ان هو غير انه حصد المال وحصد الشهره ومعرفه الناس بيه، انه بيدرس كمان في هو حصل على كل شيء. فبالتالي انا هحب اكون كده. انا غيبت عند الطفل حاجه اسمها الطموح. نعم. حاجه اسمها الاهداف. كنا بنعمل دايما محاضرات نلف بيها الجمهوريه اسمها انت تقدر. انت تقدر دي كنا بنحل مشاكل الطلبه بسرعة جدا ونحط لهم أهداف. نعم. وكانت الحمد لله محاضرات ناجحة جدا. كان من ضمنها ومن ضمن الحاجات اللي احنا بندرسها فيها انت عشان تقدر تبقى ناجح ما تبصش للنماذج العالية، بص لقدراتك انت. نعم. فكنا من ضمن الأمثلة اللي بنقولها انك مش كل الناس عايزة تبقى محمد صلاح فتلعب كورة، ده ربنا اداله موهبة لكن انت مش موهبتك دي، ما تبصش للمال اللي حصده، بص لحاجات تانية انت فيها، وبص ان الراجل ده لو بعد الشر او غيره لو فقد المهارة دي لو يصيب في رجله انتهى. لولا تعليمه بعد كده ما كانش
حصل على شيء وهكذا غيره كتير. كنا بنتكلم عن المطربين او الفنانين لو اصيب في الحاجه اللي هي الحنجره مثلا اللي هي بيغني بيها، طب هو هيعمل ايه بعد كده لو ما كانش له مهنه وما كانش له دراسه وما كانش له حاجه معينه تديله من الجانب الاجتماعي الحقيقي الواقعي. فانا شايف ان الاختيار نفسه كان اختيار خاطئ، المنظومه التربويه نفسها خاطئه وما فيش مراجعات فيها واضحه جدا. احنا عندنا نماذج سواء نماذج دعويه او نماذج علميه في مختلف مناحي الحياه هم اولى بالتدريس واولى بتعريف الطلاب بهم. زي ما حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، لما انا يدرسوني عن نموذج نجح في المجتمع وكان يمثل مصر في بلاد عديدة وإن هو نموذج نفتخر به ونشرف به أنا أحب أكون زيه في يوم من الأيام. لكن لما أنت تصدر لي نموذج لممثل أو ممثلة أو لمغنية أو مغنية وبالتالي أجده أنا وأنا طالب صغير في هذا المرحلة العمرية المبكرة حصد المال وشهرة ووصل به الأمر كمان أنه هو يدرس في مواد التربية والتعليم، فأنا ليه أروح وأتعب نفسي في الكيمياء والفيزياء والأحياء والدعوة وعلوم الشريعة بينما أنا ممكن بمثل هذه الأمور أن أنا أدرس وأحصد المال وشهرة أكثر من كل هؤلاء العلماء اللي إحنا ذكرناه. هم ردوا قالوا عشان المرأة ودور المرأة وظهرها، ده أنا معاك جدا فيه مش مختلف معاه، في مجتمع المرأة فيه تمثل نص المجتمع. طيب ليه ما ندرس أم سلمة في صلح الحديبية اللي أنقذت الأمة الإسلامية كاملة مثلا. ونذكر هنا ذكاء المرأة. يبقى نحترم المرأة بشكل طبيعي. لو نزلنا سألنا أي طلاب أو السن الصغير 11 سنة إيه رأيك ما هو دور أم سلمة في المجتمع، طب هي عملت ايه؟ تعرف مين ام سلمة اصلا؟ هو ده بالظبط اللي هنبقى. سلمة. هي دي. طب اشكرك شكرا جزيلا. احنا صورنا بتاعه فيديوهات في اول ما قناة الرحمة طلعت زمان كان في الصعيد يا شيخ حامد، ونسأل الناس عن اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكامل. اللي يقول لك محمد عبد الله، واللي يقول لك محمد ما اعرفش اسمه ابوه ايه، واللي يقول لك محمد قريش. يعني في الى الان كتير من الناس ما يعرفش حاجه عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطاقه مسلم. وهيعرف منين ان لم يعلم وان لم يربى وان لم يدرس له في المدارس مثل هذه المناهج التربويه. شيخ حامد، من خلال ما رايت من مغالطات كثيره ولغط بين مؤيد ومعارض على ساحات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بموضوع هذا اللقاء، كيف ترصده من واقع رؤيتك الشرعيه؟ هو في اختلاف طبعا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ودائما الاختلاف ده هيحصل. احنا كنا موجودين هنا بنتكلم على الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله. لما قالوا هيعملوا مسرحيه عنه الدنيا هاجت وما جت وخلاص. بعد كده الاستاذه سميحه ايوب في كتب الدراسه وليس من حق احد ان يعترض على هذا الامر، العكس يعني المفروض الشيخ الشعراوي هو اللي يكون موجود في الكتب وتكون الاستاذه سميحه هي اللي موجوده في المسرح. لكن حصل عندنا عمليه خلط، ولو حد عايز يورط وزاره التربيه والتعليم ويعني يسود وجهه ما كانش هيعمل اكتر من اللي اتعمل ده بصراحه بشكل ما يعني. لكن المهم أن نفهم مسلمة وبديهية من المسلمات التي لا تقبل النقاش، الأمة الإسلامية هي أمة أخرجها الله لأمر معلوم ومعروف، كنتم خير أمة أخرجت للناس. الأمم لم تكن تنقصها الزراعة ولا الصناعة، الأمم كان ينقصها العودة إلى الله سبحانه وتعالى. القدوة في الإسلام أمر حتمي وليست أمرا تكميليا أو شيء من الكماليات. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حتى في سورة الأنعام ربنا عز وجل يقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ليه؟ لأن الناس تأنف من الجنس غير الإيه؟ غير جنسها، فلما يلاقيه بشر حيكون معه وحيقتدي به وحيسير على هديه. أبو علي الدقاق هذا الرجل الزاهد الصوفي قال كلمة رائعة، قال الشجرة إن لم يكن لها غارس فسوف تورق ولكن لن تثمر. سوف تورق ولكنها لن تثمر، مش هيكون في ثمرة بشكل من الأشكال. وحتى هم في أمثالهم يعني قالوا إنه إذا لم تكن قدوة فكنت تحذيرا مروعا، حاجة من ديت أو من ديت، لكن ما تكونش القدوة السيئة. طيب لما تيجي تمشي شوية كده تشوف بلد زي أمريكا الفترة اللي هي من 1800 لحد 1950 عملوا دراسة نفسية يشوفهم تأثير القصص الإيجابية التي تأتي بالقدوة الصالحة. من 1800 لحد 1850 وجدوا أن في كمية اختراعات غير عادية وكمية براءات اختراعات غير عادية. لما زودوا القصص الإيجابية ديت من الفترة من 1850 لحد 1890 وجدوا أنها تضاعفت إلى 7 أضعافها، 7 أضعاف بالفعل لما كان فيه قدوة. لما بدأ المجتمع الأمريكي ينحو منحى آخر غير أن يكون هناك قدوة وأن يكون هناك أمر جد، الأمور فسدت تماما تماما تماما. إحنا عندنا إشكالية وهي إشكالية أن إحنا لما بنيجي نتكلم بننحي دائما أن الشيطان موجود. لا، ربنا سبحانه وتعالى في تقريبا يعني معظم القصص في القرآن الكريم هتلاقي الشيطان، إبليس، العداوة. لماذا؟ وإني خلقت عبادي حنفاء، يعني على الملة الحقيقية، مائلين عن الشر إلى الحق، فاجتالتهم الشياطين. اجتالتهم يعني غيرت الفطرة بتاعتهم. دائما الشيطان يملك رصيد التجربة البشرية. ماذا يريد الشيطان؟ يريد الإنسان أن يبتعد عن الله سبحانه وتعالى، فيعمل الخط الموازي للشريعة.
فالخط الموازي للشريعة ده هتشوفه في مثال عشان ما ناخدش وقت كتير. لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة يتلو القرآن الكريم ويأتي ببعض القصص، راح النضر بن الحارث إلى بلاد فارس تعلم قصص في انديار، تعلم قصص مش عارف مين ورجع، وقال محمد ليس بأحسن حديثا مني، يلا يحكي الحكايات، فياخد الناس ناحيته، أدي حكاية ودي حكاية والموضوع انتهى. فأصبح التمثيل المسرح الذي جاءت به الدولة العبيدية الفاطمية لأول مرة في مصر، لأن المسرح بدأ مع خيال الظل، وبعد كده جالنا من الجماعة الأرمن اللي هم معروف كراهيتهم الشديدة للإسلام. وبدأ المسرح ياخد بشكل كبير جدا مساحة كبيرة، والناس تحارب من أجل هذا المسرح، وبعد كده يبدأ المسرح هو اللي يستهوي كثير من الناس. طيب أنا في عهد النبي إيه اللي كان بيحصل؟ القرآن عندي فيه نماذج للأنبياء في كل الأعمار. ولما بلغ أشده، ولما بلغ أشده واستوى، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ولما كبر الحمد لله الذي يعني وهبني على الكبر. إذا أنت عندك الفترة اللي هي فترة الشباب وفترة الكبر وفترة الطفولة كلها موجودة حتى في سورة زي سورة يوسف. طيب ليه؟ لأن القدوة لابد منها. والقدوة مين؟ القدوة في هؤلاء. لما تيجي حضرتك وفجأة وبدون مقدمات وتجعل القدوة هي التي تكسر الرموز وتحطم الرموز وتبني بناء آخر، يبقى أنا عندي إشكالية كبيرة. دكتور أحمد بيتكلم في القصة النفسية وهو يعلم ما سأقوله جيدا وأنا أستأذنه فيها. يعني حيثيات الاختيار صعبة جدا، يعني حيثيات الاختيار بيقول لك أصلها قامت بالأدوار المركبة وتثقيف المجتمع. طيب أنا هاخد بس يعني حاجتين من اللي هي عملتهم. أنا لما قلت تثقيف المجتمع وأنت قلت مثلا دور زي سمارة، سمارة الشابة المتطلعة إلى الغنى فتتزوج بتاجر مخدرات، ولما أراد أن يتوب منعت، ثم بعد ذلك لما جاء واحد غريب وهي لا تعرف أنه ضابط بوليس وقعت في غرام. هل أنا أقدر أجتزئ هذا الجزء وأقول أنها كانت امرأة صالحة لأنها ساعدت ضابط بوليس؟ لما حط لي حيثيات تيتا رهيبة، ماشي، تيتا رهيبة اللي عايشة من غير محرم في أوروبا بقالها سنين، تيتا رهيبة اللي معاها كلب بدون ما يكون هناك رعي ولا زراعة ولا حرث، تيتا رهيبة اللي هي جات وبتتنمر على ابن بنتها ولا ابن ابنها اللي عنده الألثق في الراء. بعد كده بجيب دور السرسجي اللي هو أخو الزوجة. معلش أنا لما قريته وحضرتك قلت لي تعالى كان لازم أشوف الدنيا فيها إيه عشان بس ما حدش يطلع يطيل في لسانه ويقول ما أنتوا بتتفرجوا أهو. ماشي، فبعد كده هتطلع بعد كده تجيب الاختلاط، بعد كده هتجيب الشخصية الضعيفة الهفأ من الآخر باللغة المصري اللي انت هتوصل بيها في النهاية لإيه؟ هتوصل بيها في النهاية ان الواحد يكون عديم الشخصية، غير كمية السباب اللي هي نفسها كالتها لابن ابنها حفيدها داخل الفيلم، وهي كمية غير عادية من السباب. أي تثقيف تتحدث عنه؟ إذا حدثتني عن هذه الممثلة حدثني مثلا عن دورها في قلبي يهواك، دور الزوجة اللعوب الخائنة لزوجها التي تترك فراش الزوجية وتذهب إلى رجل آخر. كلمني مثلا عن دورها في سكة السلامة، سوسو اللي ماشي بشرفها العمر كله وكمية اللي معاها الولد المخنث اللي موجود معاها. فأنت عشان تكلمني في قدوة النهاردة اللي ربنا بيقول أولئك الذين هداهم الله، طب ربنا هدى الأخت دي لإيه؟ ما هو طبيعي جدا ان الست لما بتعجز وبتكبر وهو الكلام ده كله ان هي مش هتاخد الادوار اللي كانت بتاخدها وهي صغيره، يعني ادوار الاغراء وما غير ذلك. ايوه يعني انت عارف مثلا، عارف الراقصه اللي راحت وحجت واخد بالك وقعدت يومين ثلاثه كده وبعد كده نزلت فاشتغلت، فالناس بيقولوا متعينا يا حجه، هزي يا حجه، ما هو ده اللي هيحصل، هو ده اللي هيكون في النهايه. فانت النهارده بتعمل عمليه تحطيم كامل لجميع القدوات اللي موجوده، وبتعمل تكريس لصناعه التفاهه، وبتعمل تكريس أيضا لصناعة الكسل داخل المجتمع، وبتعمل أمر آخر وهو إنك بتعمل الخط الموازي للشيطان. أنا عايز أعرف، معلش يعني، ماذا يفعل الفن في بناء دولة وجمهورية جديدة؟ ماذا يفعل الفن في بناء شخصية صغيرة؟ ممكن الفن في بعض الأوقات يقدم بعض السكتشات الصغيرة اللي ما بيكونش فيها مخالفات شرعية، لكن النهاردة الفن المقترن بالسرسجي، الفن المقترن بالبلطجي، الفن المقترن اللي احنا قعدنا هنا نتكلم عن الولد اللي قتل فتاة المحلة، لأن النهاردة الفن بيصدر المشاكل للمجتمع وبيصدرها بشكل قوي، بيصدر القدوات والنماذج السيئة. فخلاص مصر ما فيهاش أحمد زويل، مصر ما فيهاش مصطفى كامل، مصر ما فيهاش محمد فريد، مصر ما فيهاش الشيخ محمد بتولي الشعراوي، مصر ما فيهاش أي شيخ من مشايخ الأزهر، ما فيهاش الشيخ حسنين مخلوق، مصر ما فيهاش المنفلوطي، ولا عشان الناس دي كانت بتلبس عمة وجبة والناس ديت مش متفرنجة وبتلبس بدل، والناس ديت كانت من الصعيد والناس دي كانت من الفلاحين والناس ديت جاهدت وكافحت. أنت بتتكلم في إيه؟ أنت بتتكلم في تحطيم جيل كامل من سن 11 لسن 12، معناها أنك تقدم للمجتمع شخصية مهزولة وشخصية عديمة الصلة بتاريخها. وأنا بكرر كلمة الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله دائما، لماذا يحرص البعض على إظهار أمتنا نحيفة وهزيلة في عصر يحاول النحاف فيه أن يسمنه؟
سبحان انت الله. قتلت القدوات كلها نعم. علشان تخلي ممثله تطلع فوق اجساد كل هؤلاء العظماء تقول لي اصلها عملت دور ديني. طيب يا سيدي عملت دور ديني في فجر الاسلام اللي كان في واحده من ذوات الرايات الحمر ظاهره بشكل معين تمام وهي نفسها يعني مش عايزين بقى نتكلم في امور كثيره، لكن لما تيجي تجيب لي قدوه معلش انا من حقي ان انا اتكلم، لانك انت حينما فعلت هذا انت قدمت قدوه غير سليمه وقدوه من المفترض انها قدوه لاهل مجالها بس. نعم اشكرك شيخ حمد ربنا يبارك فيك. دكتور مجدي ايضا من واقع اهتمامك بملف المنظومه التعليميه كيف ترى ذلك وكيف ترى اثر هذا على الطلاب في هذه المرحله العمريه المبكره؟ بص يا استاذ عمر، إذا أردت أن تقضي على مستقبل أمة افعل ثلاث أشياء. نعم. أولا همش دور المعلم، ثانيا هقول لحضرتك إيه كمان، همش دور المعلم، ضيعوا القدوة وغياب القدوة، واجعل المرأة في المنزل تخجل من كونها ربة منزل. نعم. ده جزء من المخطط عالمي، ده جزء من الحروب الجيل الخامس. مع احترامي لكل اللي اتقال عن السيدة سميحة أيوب أو ماذا قدمت للمجتمع المصري؟ ماذا قدم الفن للمجتمع المصري؟ جزء المخطط العالمي وهم بينفذوه بكل وجوهه قضوا على هيبة المعلم اللي كنا بنتكلم عليها قبل كده، نجيب الريحاني ومدرسة المشاغبين طبعا نعم. وتقديم المعلم في صورة هزيلة ومهانة جدا نعم. ثانيا خلوا الستات بتنزل تشتغل بعد دعوة الراحل قاسم أمين، معرفش ليه يعني ما علينا. ثم غياب القدوة، اقضي على القدوة في المجتمع، ده جزء من حروب الجيل الخامس، ده جزء من حروب الماسونية في العالم وهم بينفذوه صح. هل عاقمت مصر أن تقدم شخصية علمية تربوية ثقافية دينية غير هذا النموذج؟ السادة الأفاضل قدموا نماذج والشيخ قدم كتير جدا من أدوارها، ماذا قدمت السيدة سميحة أيوب؟ هي دي الأدوار، هي دي القدوة اللي بنقولها لأولادنا. الجزء ده عملته وزارة التربية والتعليم مش في كتاب أساسي، ده في كتاب الأنشطة نعم. بس ده مش مبرر، خلينا ده مش مبرر. انت بتقدم له القدوه، ده التبرير اللي طالعين يقولوه دلوقتي بالظبط كده، هم بيقولوا مش كتاب لغه عربيه او كتاب تاريخ نعم. بس ده انشطه. طب انا في الاول وفي الاخر انت قدمت له القدوه، هل القدوه دي سيئه او حسنه عشان نقتدي بيها؟ هل ولادنا لما يجي يشوفوا القدوه دي هيقتدوا بمين بالظبط؟ والسؤال من هي اللجنه التي تختار مثل هذه النماذج لتدريسها الاطفال؟ وهل فين اللجنه اللي رجعت؟ وفين اللجنه بصرف النظر عن المغالطات ان هي اتخرجت من ايه؟ انا ما بتكلمش في ده خالص، انا بتكلم في النموذج كنموذج قدوه اقدر من خلاله اين التاريخ الاسلامي زمان؟ طب احنا ما عندناش في التاريخ الاسلامي اي قدوه خالص اقدر اسامه بن زيد او غيره؟ او شباب كانوا في سن الشباب وقادوا، حضرتك ادرى مني، وقادوا الجيوش الاسلاميه معايا نعم. احنا ليه بنقدم القدوه في التافهه؟ وحتى لو هنقول هل وصلنا ان يقدموا الشخصيات المعاصره سميره موسى مثلا قدوه عالمه نعم. قدوه افادت المجتمع مش قدوه معلش يعني جابت قدمت للمجتمع كل ما هو سيء. يعني الفكره يا شيخ حامد ان احنا مش مع فكره ان هو قدموا امراه لتكون هي نموذج وقود المجتمع. حضرتك ذكرت الان مثال، ومفيش اي مانع ان يقدم امراه قادت مجال من المجالات الحياتيه او ان هي برعت في هذا المجال، وليه رايح حضرتك؟ بلقيس كانت ملكه والقران اعترف بملكها حتى بعد اصل بعد كده انتوا ضد المراه لا. وعايزين المراه تقعد في البيت وعايزين المراه ما تبقاش لها دور بارز في المجتمع، تعلم اختصاص الامور من سياقها يعني نعم. وهو الامراه طياره كانت مصريه يعني دي كابتن طيار مصري. لا هو احنا بنتكلم دلوقتي على القدوه اللي موجوده نعم. يعني وزاره التربيه والتعليم ما كانش فيه نموذج تاني. طب ما احنا كان عندنا قدوه من كام سنه كنا بنتكلم على امراه راقصه تم تكريمها كأم مثاليه تكريمها كأم يعني حقيقه بيحصل في المجتمع امور عجيبه جدا يعني وده دليل ايه؟ ان تنفيذ حروب الجيل الخامس ده هو اللي بيقدم لنا النماذج التافهه نعم. النماذج الهابطه للمجتمع المصري
وبالتالي الطلبه اللي هيدخل او التلاميذ في المرحله العمريه دي هيحصل لهم اسقاط انهم دول اهم ناس في المجتمع، فبالتالي انا اطلع زيهم وليه اطلع كويس وليه اطلع وليه اطلع وليه اطلع يعني. ما ان اذا كانت الدوله، اين الشيخ الشعراوي؟ الشيخ الشعراوي ده يتعمل فيه مجلدات صحيح. ليه احنا بنبعد عن القدوه الحسنه في المجتمع المصري وبنقدم نماذج يعني بلاش نقول سيئه يعني، سبحان الله يعني ما انزل الله بها من سلطان يعني. هل ده دور وزاره التربيه والتعليم ولا احنا بنوصل اجيالنا لايه؟ بنوصل اجيالنا اللي احنا ما نربيهاش ما نعلمهاش، مش كفايه مشاكل التعليم؟ هل وزاره التربيه والتعليم ناقصه مشاكل في التعليم؟ ده احنا عندنا التعليم كله كوارث وبلاوي. اعمل كارثه ثانيه زي ما الوزير من اسبوع ولا 10 ايام كده قال منع النقاب من المدارس. ايه يا عم في ايه؟ ما انت عندك مليون مشكله في التربيه والتعليم اهم من ده، عندك المناهج بكل ما فيها من مغالطات، عندك المعلمين اللي مش واخدين حقهم، عندك التلاميذ اللي بيضربوا المعلمين، عندك البيئه التعليميه اللي بايظه في التعليم خالص يعني. انت سايب كل ده ورايح تمسك في حاجه صغيره جدا؟ هل ده التطور اللي احنا عايشينه؟ احنا مش هنرجع ومش هنقود العالم زي زمان الا لو رجعنا لاصول ديننا. صحيح. اشكرك شكرا جزيلا. دكتور احمد، نقطه ان يكون في لجنه تكون مؤهله لاختيار النماذج واختيار القدوات ويعرفوا انه مش مجرد شخصيه اختاروها خلاص، ان هذه الشخصيه سترسخ في اذهان طلابنا واذهان هذه الاجيال في هذه المراحل العمريه مبكره، وينبغي ان احنا ندرس عن هذه الشخصيه ونشوف ما هي التي قدمته للامه، ما ايه اللي قدمته للبلد حتى نستطيع ان احنا نقدمها كنموذج، وبالتالي يكون ده دافع لكثير من أجيالنا وكثير من أبنائنا أنه يحذو حذوها، وبالتالي يكون في يوم من الأيام عالم في هذا المجال خدم أمته وخدم دينه ووطنه. نعم. احنا بنقول المنظومة التعليمية لابد من إنشائها مجموعة من الفرق. نعم. من ضمن الفرق الموجودة بتكون في فرقة من الدكاترة النفسيين. نعم. دارس للمرحلة العمرية للطفل واحتياجاتها عشان أحط منهج متوافق تعليميا ونفسيا. طيب انا النهارده في المرحله التعليميه اللي انا بتكلم فيها ديت، انا ببص بسرعه ايه اللي انا هرجع لي، يعني انا رايح لفين، ببص على المجتمع بتاعي واحط منهج مناسب لي. انا بينتشر عندي مثلا مرحله التحرش ومنتشر بشكل كبير، فابدا احط النهارده درس كامل يمنعني يعني ايه هو التحرش، كيفيه الوقايه منه. انا بلاقي حاجه حادثه مثلا فيها تنمر شديد، ببدا اقول والله ما هو التنمر وكيفيه التعامل معاه. انا النهارده بلاقي شخصيات بدات تلمع في المجتمع بشكل غير طيب، ابدا اطلع شخصيات المفروض انها تلمع البديل. ما حدش اهتم بيها وانا اهتم بيها في المجال بتاعي ووصلت عليها الضوء. ده اللي المفروض بيحصل. ما هي الاسس القائمه عليها اختيار المناهج التعليميه؟ دي رقم واحد. طيب رقم اتنين، احنا مش بنقول من باب النقد، انا بقول دلوقتي من باب الالتماس سريعا للاسر وليس للوزاره. الوزاره خلصت الكتاب ونزل. انا بقول رب ضره نافعة. يعني ايه؟ النهارده هو نزل لي شخصيه ما بشكل خاطئ في الدراسه، انا عايز الاسر تستفيد من ده نفسيا مع اولادها، واني اشرح لابني اللي احنا بنقوله حالا ان هذه الشخصيه في آلاف من الشخصيات مختلفة. نعم. عايزك تعرف الفرق بين ده وبين ده. زي ما أنا النهاردة أنت جبت لي منتج، أنا دوري أقول بقى إيه رأيي في المنتج ده من خلال الحوار المفتوح. نعم. مع الطفل. والطفل في المرحلة دي ما بقاش طفل، الطفل في المرحلة دي ستة بداية 12 سنة، يقدر يقعد على الإنترنت كويس جدا، يعرف كل معلومة أنت طالبها منه. فأنا هقول للأسرة اهتموا كويس جدا بأبنائكم واشرحوا لهم هل وحقيقة فعلا زي ما حضرتك تفضلت عندهم مهارة في البحث طبعا. تجعلك انت كاب وانت قاعد جنب ابنك يعني تبقى مكسوف بيتفوق ان هو وصل لمرحله انت مش عارف توصل لها بفضل الله يعني. فما عادش طفل زي ما حضرتك بتقول يعني، فعلا عنده مهارات عديده ويعرف يوصل للمعلومه من اصلها ومن منبعها. وما يعرفوش حاجه عن الفنانه. نعم. سميحه ايوب غير اخر عمل ليها، هو لا شاف الافلام القديمه ولا يعرف هي مين. ويمكن تيتا رهيبه دي لما جت لقطه كده هي دي اللي صورتها دي يعني، حتى وانا بكلم انا كلمت ابنائي قبل ما اجي لان هم في نفس المرحله العلميه دي. وحبيت اشوف الحوار مع الجيل ده اخباره ايه. لا هو مش مهتم اصلا، وبعدين انا شفتها في فيلم كده. هو ما يعرفهاش اساسا بالظبط اصلا هي جيل تاني يعني. انا اولادي في الجيل ده ما يعرفوش اساسا. أشكرا. يعني شيخ حامد، يعني هذا الحراك المجتمعي الذي حدث من خلال مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وكثير النقد اللي تعرضت له وزاره التربيه والتعليم في مساله اختيار هذا النموذج وتدريسه للطلاب، بعض المفكرين وبعض الناس المحسوبين على النخبه في وسائل الاعلام طلعوا قالوا ما دي تربيه سلفيه وهابيه رجعيه، وسيطره السلفيه على عقول ابنائنا وطلابنا هم اللي خلى النهارده المجتمع طالع رافض فكره ان تدرس مثل هذه الشخصيه لابنائنا وطلابنا. نرد عليهم نقول لهم ايه؟ التهم المعلبة ديت معروفة دائما في كل وقت وفي كل حين، مع الكورة مع التمثيل مع أي شيء، حتى مع الأكل مع الذبائح، كل هذه التهم هي تهم معلبة موجود.
أنا بس في نقطة كنت عايز أقولها، إنه في التاريخ الإسلامي عندنا الفقيهة اللي هي كتبت في آخر كتابها: وأعتذر من كل خطأ ورد في هذا الكتاب لأني كنت أكتب بيد وأهدهد طفلي باليد الأخرى. يا الله، هل هذه المرأة لا تستحق أن تسطر سيرتها في الكتب؟ هل هذه المرأة التي كافحت وكتبت الكتب لا تستحق أن تذكر بهذه الحال؟ الكتب التي دفعت بها الأمة. هذه ليست سلفية وليست وهابية وليست، لكن هي مشكلة الليبرالية والعلمانية دائما ليست مع السلفية. السلفية هي الغطاء، أو يعني زي ما بيقولون كده الفزاعة التي يفزعون الناس بها. يعني مسألة الوهابية والكلام ده كله، الأزهر طول عمره هو المنارة التي تبث الإرسال والإشارات للعالم الإسلامي كله، والأزهر نفسه هو الذي وقف، وشيخ الأزهر نفسه وقف أمام محمد علي لما أرسل جيوش سنة 1818 و1817 ضد الحركة الوهابية في السعودية والكلام ده كله. فالتاريخ الإسلامي يقول أن ثمة يعني ارتباط كبير ما بين المسلمين في أرض مصر وفي أرض الحجاز وفي كل مكان، لكن هي مشكلة التفكير الليبرالي ومشكلة التفكير العلماني دائما هو نزع الدين لسبب واحد. الفكرة الليبرالية هي قائمة على فكرة الحرية لكل أحد إلا الإسلام، الحرية لكل شخص إلا في الحجاب. الليبرالي سبحان الله تجده دائما لا يهتم بالرفق بالحيوانات إلا وقت الأضحية، لا يهتم باللباس والحرية إلا إذا ظهر الحجاب، لا يهتم بالحرية الدينية إلا ظهر مرتد ومغير لدينه. نعم. دائما وأبدا هذه فكرته دائما. اللص حينما يتحدث عن الأمانة وكما يقولون، يعني أنا مش عايز بس أوصل لمرحلة صعبة في التشبيهات، لكن هو أخيرا ودائما وأبدا سيبقى الليبرالي هو جندي من جنود الماسون بشعور أو بدون شعور، بقصد أو بدون قصد، لأنه لا يريد إلا إقامة يعني إيه جنة الدجال في النهاية، اللي هي عبارة عن نزع الدين وإحلال المعادلة الأخرى. الله خلاص، الله ده شيخ، والدين لم يصبح الآن يعني هو الذي يحكم، لا احنا عايزين بقى نحط الثنائية الثانية اللي هي ثنائية العلم والحرية، نفس الفكرة القديمة اللي هي فكرة أرسطو وسقراط، إن الإله خلق يقعد بقى ويسيب الإنسان يعمل زي ما هو عايز ويفيض عليه من الأفكار وإحنا نتحرر وخلاص. احنا عايزين نصل إلى هذه النقطة من خلال الليبرالية ومن خلال العلمانية. لكن الإسلام ثابت يحفظ على الناس دينهم ويحفظ على الناس يعني الثوابت. نعم. ما تجيش انت النهاردة وتهدم لي هذه الثوابت بهذه الكيفية لمجرد ان واحد عنده نزعة ضد فلان او عنده موقف ضد فلان او عنده موقف ضد حركة من الحركات، لانك انت في الاول وفي الاخر انت مسلم، مكتوب في بطاقتك انك مسلم، مكتوب في المادة 2 في الدستور ان الاسلام هو الدين الرسمي للدولة. هي المسألة مش مسألة الاستاذ سميح ايوب لوحدها، هي المسألة مسألة ان في توجه ضد الايه، توجه ضد التدين بشكل او باخر. أنا مش عايز بقى إيه ألبسه اللباس الكبير والفضفاض، لكن في توجه ضد التدين. المفترض إنك تفهم أن الدين هو الذي يحفظ على الناس عقولهم وأموالهم وأنفسهم، ويحفظ عليهم حياتهم، ويحفظ عليهم أمنهم وأمانهم. نعم. ما دون ذلك إذا الدين ضاع فلا إيه؟ فلا أمان. نعم. في التعليق على المسرحية اللي كانوا عايزين يعملوها عن إمام الدعاء الشيخ محمد ولي الشعراوي، كانوا جايبين تصريح للممثلة إلهام شاهين بتتكلم حول هذا الموضوع، بتقول إن هي شايفة إن هو أفكاره رجعية ومتطرفة، وعدت مجموعة من بعض الفتاوى للشيخ الشعراوي بحسب ما فهمته هي، وشايفة إن ده هذه الأفكار لا ينبغي إن هي تدرس ولا ينبغي إن هي تصدر كنموذج. والتخصص فين يا أستاذ عمر؟ التخصص فين؟ نعم. يعني بس أقول لحضرتك يعني هي بتستغل، هي الأستاذة. نعم. دي تقريبا كده يعني حد قال لها إنك أنت بتاعت دار الإفتاء، هي على وجه التحديد تتدخل وبتتدخل في دور المفتي وتتكلم. وعلى فكرة مش هي لوحدها، يعني الشاعر اللي هو كان أحمد حجازي قبل وفاته في ندوة، وهذه الندوة الأهرام سجلتها، قال إن المناديل التي كان يستخدمها بيتهوفن أفضل من كلام الشيخ الشعراوي. يعني وصلنا إلى هذه المرحلة، لأن في كراهية غير عادية، وكراهية يعني تكاد تكون هذه الكراهية يعني أول الواحد ما بيروح يتلبلر ويتعلمن، يبقى أول حاجة أتعهد أن أكون ليبراليا علمانيا وأنا أكره الإسلام وأئمة الإسلام. والشيخ الشعراوي كان وهابي، الشيخ الشعراوي كان سلفيا، الشيخ الشعراوي كان صوفيا، والشيخ الشعراوي عليه رحمة الله كان أزهريا حتى النخاع، والشيخ الشعراوي عليه رحمة الله كان بيأخذ برأي السادة الأشاعرة في مسائل عدة وفي مسائل. نعم. كثيرة. هو تحطيم رمزية الشيخ الشعراوي رغم أن هو مات، لكن تحطيم رمزية الشيخ الشعراوي في نفوس الناس، لأن الشيخ الشعراوي من أكثر المشايخ في مصر محبة واتحاد جميع فئات المجتمع عليه وتأثير على الناس، وسبحان الله حتى هو ميت يهدد عروشهم. يعني من المفترض دائما وابدا انه المرجعيه الاسلاميه كما قلنا هي التي تحفظ على هذا الوطن امن وامان. نعم. يعني انت مثلا النهارده لو جيت تتكلم على السيده مريم هتكون ايه الاشكاليه؟
مصر فيها أقباط ومصر فيها مسلمين. السيدة مريم مرتضى عند الاثنين، البتول العذراء اللي هي ربنا سبحانه وتعالى شرفها بميلاد أعظم إنسان في وقتها بشكل ما وبمعجزة كبرى. هل كانت عندك معضلة إنك تتكلم عن السيدة مريم؟ ولا هي السيدة مريم وهابية وسلفية؟ هل كان عندك مشكلة مثلا إنك تتكلم عن شخصية من الشخصيات اللي هي أثرت في المجتمع وقدمت للمجتمع بشكل أو بآخر أشياء كثيرة زي الأستاذ سميرة موسى واخد بالك اللي هي تلميذة الدكتور مصطفى بشرفة تمام؟ ما أنت النهاردة بتتكلم على سميحة أيوب، بكرة هنتكلم على الأستاذ محمد رمضان وبعدي ربما نتكلم عن حد تاني هم أدراك وربما بعد كده القصة بدل ما نكتب قصة كفاح شعب مصر واخد بال حضرتك نكتب جعفر العمدة مثلا ونخلص بقى. شكرا جزيلا، حقيقة نورتوني وشرفتوني في هذا اللقاء، وكنت أتمنى يطول بنا وقت الحلقة، لكن يعني مهما جلست معكم في حقيقة يعني جواركم لا يمل، بل كله النفع والاستفادة. أحسن الله إليكم مشاهدينا الكرام. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني لأن أتوجه بخلص الشكر والتقدير لضيوف هذا اللقاء، الدكتور أحمد فوزي صبرة استشاري الصحة النفسية، كل الشكر والتقدير حضرتك، ربنا يبارك فيه. أيضا للباحث والشيخ المعروف الشيخ حمد الطاهر، كل الشكر والتقدير، بارك الله فيك، بارك الله فيك. أيضا الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، شكرا جزيلا، الله يخليك. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات من الحياة موجودة على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة قناة الرحمة، بعد عرض الحلقة مباشرة إن شاء الله. ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم وملف جديد من ملفاتي من الحياة. لكم تحياتي وعمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.